بداية نقدم خالص تعازينا للشعبين السوري والتركي لمصابهم جراء الزلزال الذي ضرب مناطقهم. الرحمة والغفران لضحايا الزلزال والشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وندعو من الله الصبر والسلوان لذويهم وأهلهم وأقربائهم. بداية قامت منظمات المجتمع المدني التركماني بحمل جمع التبرعات بالتعاون والتنسيق مع جبهة التركمانية العراقية بجميع فروعها. فيوم 7 شباط بدأت الحملة، فكانت لنا أول القوافل أرسلت يوم 7 و8 و9 و10، وما زالت الحملة مستمرة. كما نشيد بدور رجال الأعمال والتجار بدورهم البارز في دعم هذه الحملة، كما نشيد بدور المرجعية والوقف السني ومجمع الفقه العراقي لدعهم بفتاويهم التي كان لها دور في إغاثة المتضررين جراء الزلزال. وما زالت الحملة مستمرة، فنشكر أهالينا وموقفهم معنا لمساندة الشعبين التركي والسوري. وما زالت الحملة مستمرة، فنرجو من أهالينا تكثيف الجهود لجعلها أكبر حملة إنسانية لإغاثة إخواننا وشقائنا بدولتين جارتين. في الآونة الأخيرة تم معرفة أن احتياجاتهم هي عبارة عن خيم ومواد غذائية بالإضافة إلى حفاضات أطفال ومواد منظفات، يعني بحاجة القصوى، لأنهم في العراء لا يوجد خدمات صحية، فلذلك هذه المواد ضرورية لهم. تم فتح مركز جمع تبرعات الإغاثية والإنسانية في موقع الجبهة التركمانية العراقية فرع تل العفر، حيث بدأت الأهالي بجمع التبرعات من خلال الجوامع والحسينيات وجلب المواد إلى مقر الفرع. ندعو من خلال منبركم الكريم المواطنين في محافظة نينوى وقضاة الأعفر بالأخص إلى تقديم يد العون، وخاصة المواد الغذائية ومواد عينية ومادية ومالية بتقديمها، وإحنا نحن بدورنا يتم إيصالها من خلال منظمة الهلال الأحمر التركي والعراقي بالتنسيق ما بينهم إلى محافظة أربيل، ومن ثم إرسالها بقوافل باسم أهالي محافظة نينوى إلى الجارين الشقيقين التركي والسوري. لدينا عدة فروع في محافظة نينوى. محافظة نينوى في مقر الأستاذ لقمان الرشيدي، وكذلك في مقر جبهة التركمانية العراقية فرع الموصل الكائن في منطقة الحي الزراعي، وكذلك في مناطق قبة وشريقة.